احنا ايام قليله جدا بتبعدنا عن المؤتمر، مؤتمر المناخ ومؤتمر الشباب، وخلونا دلوقتي نروح نعرف من زميلنا في شرم الشيخ احمد الحسيني عشان نعرف منه اخر استعدادات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. اتفضل يا احمد. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير يا احمد. صباح الخير لضيوفكم الكرام، وصباح الخير للمشاهدي. صباح الخير يا مصر. بالفعل يا بسنت، زي ما قلتي ايام قليله جدا، احنا بنتكلم النهارده في 9 ايام فقط على استقبال هذه القمه يوم الاحد بعد القادم الموافق 6 نوفمبر القادم باذن الله. هنا مدينه شرم الشيخ تجهزت تماما لاستقبال هذا الحدث العالمي الفريد الذي يعول عليه الكثير من دول العالم. العالم ينظر الى قمه المناخ هنا في شرم الشيخ وقمه المناخ كوب 27 بانها قمه التنفيذ، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمم السابقه للمناخ، سواء في قمه باريس او في قمة جلاسكو الماضية التي تم فيها الكثير من التعهدات. نتحدث عن 20 دولة صناعية كبرى تسببت في هذه التغيرات المناخية وهذه الآثار السلبية. أيضا القارة الإفريقية تعول على مصر كثيرا باعتبارها صوت القارة الإفريقية، مصر أفريقيا. الكثير من دول قادة دول أفريقيا يعولون على مصر في الوفاء الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بالتزاماتها ودفع تعويضات إلى هذه الدول الإفريقية أكثر تضررا من هذه الآثار السلبية. وشاهدنا في الفترة الماضية ما حدث في بعض الدول الإفريقية من فيضانات، وكل هذه جراء التغيرات والآثار السلبية. هنا في مدينة شرم الشيخ، وإذا استطلعنا ما يحدث في اللحظات والساعات الأخيرة، نجد أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قام مساء أمس باستقبال مجموعة من الشباب قاموا بالتحرك بالدراجات من القاهرة لشرم الشيخ. هذه الرحلة التي قاموا بها بالدراجات الهوائية هي رحلة رمزية للتعبير عن استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة مثل الدراجات الهوائية، كل ذلك لرفع الوعي البيئة بقضايا المناخ. وهنا في مدينة شرم الشيخ تحدثت مع المواطنين، حتى الأهالي والمواطنين البسطاء هنا في مدينة شرم الشيخ، الجميع لديه وعي بيئي بقضايا التغير المناخي، لديه وعي بأهمية هذه القمة، قمة كوب 27، وبالتالي حتى إذا دخلت إلى أي متجر لشراء بعض المستلزمات سوف تجدي أن لم يعد يتم استخدام الأكياس البلاستيكية، وهذه المبادرة التي كانت بدرت بها محافظة جنوب سيناء هنا بالتعاون مع وزارة البيئة ومجموعة من الشركاء الدوليين أيضا بسحب جميع الأكياس البلاستيكية. فبالتالي إذا دخلت إلى أي متجر سوف يقوم باستخدام الأقمشة الأكياس القماشية بدلا من الأكياس البلاستيكية. فبالتالي هنا في مدينة شرم الشيخ يوجد وعي بيئي كبير لدى العامة ولدى الأوساط جميعا في مدينة شرم الشيخ. من بين الأماكن أيضا التي استعدت لاستقبال هذا الحدث الدولي الفريد، أيضا نتحدث عن متحف شرم الشيخ الذي جهز جناح مخصص لهذا، جناح مخصص لمؤتمر كوب 27. وأيضا تم تعديل مواعيد متحف شرم الشيخ ليعمل من الساعة 9 صباحا وحتى 11 ليلا لاستقبال ضيوف القمة. وأيضا هناك الكثير من الكنوز مصر القديمة وأيضا كنوز توت عنخ آمون التي يعرضها المتحف هنا لزوار القمة. إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك يا أحمد. يعني في الحقيقة استعدادات كبيرة تقوم بها مدينة السلام عشان تستقبل واحد من أهم المؤتمرات اللي العالم كله مستنيها دلوقتي، لأن ده من أهم التوبكس أو المواضيع اللي العالم كله مهتم بيها دلوقتي، هم طبعا المناخ. صحيح.